أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب. نبدأ نشرتنا باستعراض هذه الخرائط لتوزيع درجات الحرارة المتوقعة من يوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس، حيث تبقى المملكة شمال المملكة تحديدا تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية المعتدلة الحرارة، وبالتالي تبقى درجات الحرارة أقل من معدلات مثل هذا الوقت من العام في المنطقة الشمالية، في حين يستمر الطقس شديد الحرارة في باقي المناطق. اعتبارا من يوم الأربعاء ترتفع درجات الحرارة في المنطقة الشمالية لتصبح حول معدلات مثل هذا الوقت من العام، بالتزامن مع استمرار للأجواء الحارة وشديدة الحرارة في باقي المناطق. يوم الخميس تواصل درجات الحرارة ارتفاعها في المنطقة الشمالية ليسود طقس حار في عموم منطقة الجزيرة العربية وأيضا عموم المملكة العربية السعودية. نذهب الآن للتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة. تسود أجواء صافية بشكل عام مع تفرق لبعض الغيوم بدون فعالية، 28 درجة مئوية كحرارة مقاسة، أما المحسوسة 27 درجة مئوية، الرطوبة منخفضة والرياح تكون معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة للعاصمة الرياض خلال 3 أيام القادمة: يوم الأربعاء 42 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 26 درجة مئوية. يوم الخميس تفرق لبعض الغيوم 42 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 28. ويوم الجمعة 43 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 30 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.